عدة فترة عن مرض في العزل ما في عنا نسيرة أبدا سبب المطلب بلا لازم نوعي الناس أنه في حال الدين صار بإمكانك أن تجربي بيتك تأخذ سرير شخص مصاب أو تعب. أسامة حجار مدير مركز الدفاع المدني في مدينة الباب، اليوم بتاريخ 13/10/2021 تم تجمع عدة فعاليات في مدينة الباب من ضمنها مديرية الصحة، فريق لقاح سوريا، سبيل إرشاد الدعوة والمجلس المحلي والدفاع المدني. تم إطلاق حملة كن أنت القدوة، تحدثنا من خلالها عن خطورة انتشار فيروس كورونا في المناطق المحررة وكيفية الحد منه والوقاية. تكلمنا أيضا عن ضرورة أخذ اللقاح لتفادي هذا المرض وعدم انتشاره بشكل سريع. تكلمنا أيضا عن ضرورة توعية أئمة المساجد والمعلمين لنشر التوعية بين الناس لمنع انتشار هذا الفيروس وعدم التجمع في الأماكن المزدحمة. موجودين مثلا حمله القاح السوريه والاسعاف والاوقاف ما رح نقدر نعمل نتيجه، ونحن ان شاء الله بالمجلس المحلي مش كل الجهود، نحن مع اي عمل او اجراء تحمل الكورونا ان شاء الله. الشائعات بتدور بالمجلس، طبعا هي الشائعات نحن بايدنا بنناقش الناس فيها انا وانت والثاني وصححنا الشائعات. طيب الشغله الثانيه اللي عم نواجهها الأصحاب المتدايرة من في مرحلة أولى الشهر الخامس، كونها كان في كمية ضمت كل عدد السكان، فخصصنا شرائح معينة، كانت مثلا شرائح على الشهر الثاني تمشي للكرات الصوتية اللي كانت تمس يوميا مع المرضى، تجي بعد الدرجة الثانية كبار السن أمراض مزمنة، فمريض السكر ما في مشكلة، مريض الضغط ما في أي مشكلة لكن عبد الله الراغب مسؤول التعبئة المجتمعية بفريق لقاح كوفيد ضمن فريق لقاح سوريا. طبعا الحملة هي حملة توعوية بتستهدف توعية الناس لأهمية الإجراءات الوقائية وخاصة في هذه المرحلة الصعبة، إن كان غسل اليدين أو ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي أو ضرورة أخذ جرعتين لقاح. طبعا الحملة مشاركة فيها عدة مؤسسات منها فريق لقاح سوريا، الدفاع المدني، مؤسسة سبيل الرشاد للدعوة والإرشاد، وأيضا مديرية الصحة والمجلس المحلي. طبعاً رح يكون عنا عدة نشاطات، ممكن جلسات توعوية في المساجد، في المدارس، فرق توعوية رح تزور المخيمات أيضاً، ورح تنطلق إن شاء الله نشاطاتنا اعتباراً من الغد. أنا جبت 5000 8000 عين صاروا في البلد، ما بمشي أمور مجلس محلي، يعني نحن المقاطع المشكلة لمدة 10 ثواني ل30 ثانية هي اللي عم تتداول اليوم على وسائل التواصل اللي عم تعمل هاي الأمور هذه، فنحن اليوم صراحة إذا ما وجهتها وهبنا الناس وقلنا للناس شو عم بيصير ما حد يعني. وحب النفس يتطلب ان يتخذ الانسان لنفسه الاجراءات الوقائيه التي ينصح بها الاطباء من التباعد وعدم المصافحه وعدم التعامل ولبس الكمامه والتعقيم وغير ذلك، وايضا في الاسلام الوضوء وغسل اليدين والاستنشاق وغير ذلك.